اهلا بيكم في فيديو جديد من قناتنا العاب الاطفال. جايبالكم النهارده لعبه حلوه قوي وهي شنطه الطبيب، وبرضه تنفع كشنطه للاسعافات الاوليه. فيها كل حاجه تتخيلوها ممكن اي مريض يحتاجها. هنفتحها دلوقتي مع بعض ونشوف كل المكونات اللي فيها. وموجود جوه كمان روشتة وكمان جدول لدرجات الحراره، وكل الادوات اللي موجوده بره دي مرسومه على العلبه موجوده جوه في الشنطه. اللعبه دي مناسبه للاطفال فوق الثلاث سنين. هنفتحها دلوقتي مع بعض ونجربها، يلا بينا. طريقه فتحها سهله جدا وبسيطه قوي على الاطفال، ودي كل الحاجات اللي موجودة جوه. موجود هنا روشتة مكتوب فيها الوصفة الطبية اللي المفروض المريض يمشي عليها، والأدوية اللي المفروض المريض يجيبها، وكمان مواعيد الزيارة اللي المفروض يروحها تاني للدكتور. في هنا كمان جدول لدرجات الحرارة، علشان تكتبوا درجات الحرارة في كل يوم وفي كل ساعة كانت عاملة ازاي، ويا ترى بتقل ولا بتزيد. وهنا في وصفات بسيطة جدا كإسعافات أولية للحروق السطحية ولدغات الحشرات وكمان للكسور. كل الحاجات دي مكتوبة هنا، وتقدروا ان انتوا تتعاملوا مع كل الحاجات دي ازاي، ودور البرد برضو. كل الحاجات دي مكتوبة هنا، ودي الأدوات بتاعة الدكتور. الشاكوش الصغنطة دوت أكيد شفتوه مع دكتور العظام لما بيحب يشوف ايه أكتر حتة بتوجع المريض، وبيسأله يا ترى المكان ده بيوجعك. بجد شكله حلو قوي وكمان خفيف جدا على الأطفال. وفي كمان حقنة انا عن نفسي بخاف منها جدا، بس شكلها حلو. وكمان في هنا ترمومتر، وتقدروا توجهوه على اي درجة حرارة انتوا حابينها. والاداة دي كمان علشان الدكتور يشوف الالم اللي جوه ودان المريض. شكلها بجد بسيط جدا وكمان خفيفة قوي. كمان هنا زي ملقط كبير علشان الدكتور يقدر اللي هو يمسك بيه القطن او اي حاجة تانية المفروض ما يمسكهاش بايده. ودي كرتونة صغيرة قوي المفروض ان انتوا تحطوا فيها قطن، هي فاضية مش مفيش فيها حاجة. ممكن ان انتوا تحطوا فيها قطن وتستخدموه برضو للمريض. وكمان جاي مع اللعبة شاش علشان تقدروا ان انتوا تستخدموه للمريض، وكمية معقولة. وسماعات الطبيب طبعا من الحاجات المهمة جدا، شكلها بجد حلوة قوي. كمان مرسوم عليها العلامة او الرمز بتاع اللعبة، وحجمها مناسب جدا للاطفال. بجد تحفة، مفيش طفل مش نفسه يجرب سماعة الدكتور. في كمان هنا مقص علشان تقدروا ان انتوا تقصوا بيه الشاش، شكله بجد حلو قوي وحجمه كمان مناسب قوي لايد الطفل. في هنا كمان زي كماشة، متهيألي دي تقريبا لخلع الأسنان، فظيعة بجد شكلها مخيف جدا. شايفين؟ حافظوا على أسنانكو. ودي كانت كل المكونات اللي موجودة جوه العلبة أو شنطة الطبيب. بجد لعبة حلوة جدا، والطفل يقدر يتعلم منها حاجات كتيرة قوي،
وكمان كتيب التعليمات اللي فيه الإسعافات الأولية بجد مفيد جدا وفيه معلومات كتيرة مفيدة قوي. أتمنى بجد إن اللعبة تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو، وكمان ما تنسوش تعملوا متابعة. باي باي.